تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون، وتابعنا أيضا عدد من التصريحات الهامة التي قالها خلال هذا المؤتمر الصحفي. من أبرز هذه التصريحات أنه فرنسا تكن كل الاحترام لحرية التعبير وللدين الإسلامي، وأيضا تعزيز الجهود الفرنسية في ظل تنامي الكراهية الآن أو التوتر بين أوروبا وفرنسا بالتحديد والعالم الإسلامي. ففرنسا تتطلع إلى التعاون مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف في ظل كون مصر منارة للوسطية والاعتدال. قال أيضا إنه التصريحات التي قالها أو التي صدرت من الرئيس الفرنسي حاولت بعض الدول مثل تركيا استغلالها وشن حملات معادية ضد فرنسا وتم تحريفها وفهمها بطريقة خاطئة. أيضا قال إنه ليس لدينا أي مشكلة مع الإسلام، والإسلام جزء من تاريخ فرنسا، وهناك احترام عميق من قبل الدولة الفرنسية للإسلام، وعلاقة فرنسا مع مصر هي علاقة استراتيجية مهمة، والفكر الفرنسي والمفكرين الفرنسيين دائما ما يدعو إلى نبذ التطرف والعنف، ويرحب دائما بحرية التعبير وبمواجهة الفكر المتطرف. كان وزير الخارجية الفرنسي وصل إلى القاهرة والتقى الرئيس السيسي، وكان هناك بحث للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وتطلع من قبل فرنسا لتعزيز الجهود مع مصر لنبذ الكراهية. وأيضا الرئيس السيسي كان قد أكد على الحاجة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين الأديان كافة. وعلق أيضا وزير الخارجية الفرنسي على التجربة المصرية في نبذ العنف والإرهاب، وأيضا تحدث عن دور الأزهر في محاربة الفكر المتطرف. عبر الهاتف ينضم إلينا السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير. التركيز هنا على فكرة العلاقات الممتدة بين فرنسا ومصر، طبعا خلال هذا اللقاء الهام اللي عقد بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية الفرنسي، إزاي حضرتك بتشوف أهميته في ظل العلاقة بين مصر وفرنسا؟ لا، يعني لدينا قاعدة جيدة للعمل عليها. فالعلاقة المصرية الفرنسية علاقة قديمة جدا، يعني برزت منذ الحملة النابليونية ونقل الثقافة المصرية ووضع كتاب وصف مصر الذي وضعه الفرنسيون، اكتشاف شامبليون لحجر رشيد الذي أدى إلى فك طلاسم اللغة المصرية القديمة. كثير من كبار مفكرين وزعمائنا الفكريين درسوا في فرنسا، جالية فرنسية عملت في مصر لمدة طويلة. ثم نأتي في الحقبة الجديدة، ففي الحقبة الحالية نحن نرتبط باتفاق شامل للتعاون، وهو اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، فيه 9 لجان توافق على تنظيم العلاقات وتوافق على جدول الأعمال سنويا. إذن يعني لدينا من الآليات ما يجعل العلاقات في أفضل صورها. لكن نريد أن نضع جانبا الحادث الأخير، وهو أن الرئيس الفرنسي نتيجة العمل الإرهابي ضد بعض الفرنسيين من متطرف أدى إلى أن هناك من ترجم خطاب الرئيس الفرنسي ترجمة غير دقيقة، ويمكن ده اللي قاله وزير الخارجية الفرنسي، وفي بعض الدول استغلت كل هذا. لكن بعيدا عن هذه الأحداث الأخيرة اللي حدثت في فرنسا وتأثيرها، لو تكلمنا سيد السفير عن
اختيار مصر للتهدئة ولوصول أو للتواصل مع العالم ونقل الرؤية الفرنسية تجاه الكثير من الأمور، هذا اللقاء المهم ما دلالاته في رأي حضرتك؟ يعني احنا تكلمنا عن انعكاساته على العلاقة بين مصر وفرنسا، دلالاته أيضا يعني في رأيك؟ يعني بنقول أن هذا الاختيار بكل تواضع، لأن مصر مع كل التواضع هي أكبر دولة عربية، أكبر شعب عربي، أكبر جيش عربي، واحد من أكبر اقتصادات الدول العربية، لدينا جالية مصرية في كل أنحاء العالم العربي. مصر هي التي علمت الناس الإسلام، الأزهر الشريف هو المنارة، وأقول لك بصفتي يعني دبلوماسي متجول في معظم أنحاء العالم، الكل ينتظر دور الأزهر في هذا. كثير من الناس عندما يسألون يقولون نريد رأي الأزهر الشريف. إذا إنما الصورة ينبغي أن يكون المفاوض المصري والعربي قوي في التعامل مع الأوروبيين، لأنه هناك أحيانا خلط للمسائل، فهو يعتبر صور تسيء للدين الإسلامي مسألة من قبيل حرية الرأي، لكنه يعتبر لو أن جارودي وهو مواطن فرنسي يتساءل عن حقيقة ما جرى في الحرب العالمية الثانية لليهود فقد حصل على حكم بالسجن. إذن هناك خلط للمعايير، ينبغي لكي تكون الصداقة مستمرة أن نكون صرحاء في التعامل. طيب، وأنا أرى أن مقابلة وزير الخارجية لفضيلة شيخ الأزهر شيء مهم، وفضيلة شيخ الأزهر خير من يتكلم عن الثقافة الفرنسية فقد درسها ودرس هناك. إذن أرى أن أهم شيء أن يستمر الحوار، لأن العلاقات كثيرة ومتشعبة ويستفيد الجانبان من هذه العلاقة. طيب، على مستوى الدبلوماسي والقضايا الإقليمية أيضا سيادة السفير، في علاقات مهمة بين مصر وفرنسا واتفاق حول الكثير من المجالات، ويمكن ده كان محور رئيسي من المحاور اللي اتكلم فيها وزير الخارجية الفرنسي، زي حضرتك بتشوف أهمية هذا المحور؟ بالتأكيد، فلدينا شبه تطابق في وجهات النظر، وهذا ليس مستغرب بين حلفاء قدماء، سواء في مسألة ليبيا والتدخل الأجنبي فيها، أمن شرق البحر المتوسط واستخراج الغاز، إنشاء منظمة للغاز في البحر المتوسط مقرها القاهرة، الموقف في سوريا، الموقف في اليمن، كل هذه مواقف يحدث تنسيق كبير في المواقف بين مصر وبين فرنسا، فبالتالي لنا مصلحة فعلا أن نحيط الجانب الفرنسي بمواقفنا، ولحسن الحظ أنه خير من تقبل هذه المواقف. أخيرا سيادة السفير، الرؤية المصرية في مسألة يعني محاولة التهدئة دائما والتدخل في معظم الملفات الجدلية والوصول إلى حلول فيها، عرض أو تصدير أو محاولة تصدير التجربة المصرية في العديد من المجالات وأهمها مكافحة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف، إزاي حضرتك بتشوف؟ لأن احنا بطبيعة تربيتنا نحن دولة من أقدم دول العالم أخذا بالديانات، ونذكر بإعزاز أن إخناتون أول الموحدين، ومن يقرأ أشعار إخناتون يجد أنه تعرف على الله سبحانه وتعالى قبل أن تنزل الديانات، فنحن أمة وسط مؤمنة بدينها وبربها. وأيضا الميزة التي لدينا بالتأكيد أننا وجه مقبول، اذهبي لأي مكان سوف تجدي أنك كمصرية وجه مرحب به، كوجه يعني للتقارب للتصالح، وهذا دور مصر في العالم العربي في إفريقيا في مختلف المصالح. وأيضا نحن دولة الرائدة التي أنشأت مجموعة عدم الانحياز، وهي 139 دولة تسير في فلك سياسة نشأت في عهد زعمائنا الأولين، سواء جمال عبد الناصر، تيتو، سوكارنو، كل الزعماء الذين أسسوا هذه الحركة. إذن التاريخ يشهد لنا أننا أمة وسط، أمة مقبولة الوجه، أمة تستطيع أن تساعد في الأمن والاستقرار لما فيه صالحها وصالح الأمن العالمي والإقليمي. شكرا جزيلا لحضرتك السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.